السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا إلى الموعد الرياضي نقدمه لكم من تلفزيون النهار. يلعب مساء اليوم الجمعة فريق شبيبة بيجاية مباراة الذهاب بالدور السادس عشر لرابطة أبطال إفريقيا أمام النادي أشانتي كوتوكو الغانية، والتي سيحتضنها ملعب الوحدة المغاربية على الساعة السابعة، مباراة يسعى من خلالها أشبال المدرب سوليناس إلى تحقيق الفوز وبنتيجة كبيرة قبل مباراة العودة في غانا، وهذا لتعزيز حظوظه في تحقيق التأهل للدور القادم من المنافسة القارية. أبدى الناخب الوطني وحيد حليل وزيج تشاؤمه من قدرة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على التألق محليا وأوروبيا نهاية الموسم الحالي، حين صرح لموقع جريدة دي سبور الفرنسية أن باقي الأندية قد تفاجئ البي اس جي في أي لحظة في البطولة رغم الأفضلية التي لم تملكها، على غرار ما حدث الموسم الفارط عندما نال مونبلي اللقب، مضيفا أن فريق العاصمة ليس متعودا على الذهاب بعيدا في المسابقات الأوروبية، وبالتالي فلاعبوه ليسوا متعودين على التعامل مع البطولة ورابطة الأبطال مثل ما هو الحال بالنسبة للأندية الكبرى. في أخبار محترفين، سيستقبل اليوم مساء اليوم قول نادي أولمبيك مارسيليا ولاعبها الدولي الجزائري فؤاد قدير على ملعب الفيلودروم نادي أجاكسيو الذي يلعب له أو يلعب في صفوفه مدافع الخضر مهدي مصطفى لحساب الأسبوع